السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. توضيت أمس يا شيخ صلاة الصبح، فبعد الصلاة لبست الشرابات ومسحت عليهم صلاة الظهر، وصليت بهم صلاة العصر، وبعد صلاة العصر نزاع في مدة يمكن ساعة، ولبستهم ثاني مرة وصليت المغرب. فلما انتهيت من صلاة المغرب صار عندي شك، سألت أحد الأخوان فقال يعني لازم تعيد صلاة المغرب هذا، فما هو رأي يعني سماحته؟ هذا صحيح، الإنسان إذا خلع الشراب بعد أن نسح عليها فإنه لا يمكن أن يعيدها إلا بعد وضوء، وأنت أعدتها على غير وضوء ومسحت عليها المغرب فوضوءك لبسته من على وضوء يعني لا الوضوء. لكن لبستها على وضوءك الأول الذي مسحت فيه الظهر، هنا هذا لا يجوز، لأنه لا بد أن يلبس الإنسان الشراب على طهارة قد غسلت فيها القدم. فعليك الآن إعادة صلاة المغرب، وإذا كنت أيضا لم تتوضأ لصلاة العشاء وضوءا كاملا بغسل الرجلين فعليك أن تعيد العشاء أيضا، تعيد الصلاتين المغرب والعشاء. نعم.